ماراثون أخرى، هذه لا فيديو لا تروازيام، دائما على نفس المشكل السياسي والأمني. هضرنا على السعودية اللي بغات تشري الطيارات، هضرنا على اليمن وجيبوتي، ودوك كاين واحد الحاجة، السياسة الجزائرية. كي تشوفها من بعيد تقول يا أخي السياسة الجزائرية ما عندهاش كاع معنى، بصح واش درنا؟ ما من العرب هذوك ما عجبهمش الحال، واش درنا؟ كي كان وزير الخارجية واحد هو اللي يستكلف بالأمور تاع البلدان العظمى، وممطور يروح للجامعة العربية يستكلف بالمشاكل هذه، دوك واش درنا حنايا؟ قلصنا من هذيك من الجامعة العربية واللي تكون مع البلدان العظمى، حطناها مع الدول المغاربية والإفريقية، صافي عندنا دو مينيستر. وبعد كاين غاشي يهضروا على لي مينيستر، قال له كيفاه وزارة الخارجية ذات رأسين في الجزائر، كانوا يضحكوا، وأنا كنت مستغرب، قلت كيفاه عندنا دو مينيستر دي زافير اترونجير، كنت قلت واللي يقرا السياسة العلوم السياسية يفهم، يقول لك هذا اللي دار هكذا، عندنا دي جون في الجزائر ممسي مطروشين، بصح مازال عندهم النيف. احنا قلصنا من هذيك الجامعة العربية واللي نبعثوا العمامرة عندهم، اخويا نبعثوا من الدلسي، ومن بعد واش نديروا هنايا؟ اوليو مثلا يكون واحد امينيستر العمامرة مثلا، باش كي دي كونتراديكسيون في الامور الخارجيه، هي تيلمون دو كونتراديكسيون، ما لازمش نحطو كاع العبء تاع لي كونتراديكسيون هذيك على اون بيرسون، ومن بعد يولي ما يقدرش، لان حنايا سلكنا هذيك المشكله تاع المالي، حنا خلاص خرجنا افيك اون ريوسيت من المالي، اوكي. دونك مازال ليبي بدينا نديرو فيها، لو كان ما خلتناش، لو كان المغرب ليس الشعب، المغرب السلطة والحكومة تاعهم، لو كان يخليونا المشكلة تاع ليبي نفس الشيء، والمشكلة تاع تونس دخلنا فيها الحمد لله. دونك نتايا خمم مليح، اوليو العمامرة، لان الان العمامرة عنده ينوطر من ميسيون، كاين انرجي نوكليير مع ايران، كان هادو تاع امريكا مع ايران، وكان لا روسي، كان لا فرونس، حنايا اوليو هذاك الفرونسي كي يجيو لو 15 جوان اوليو يهضروا على العربي السعودي تيتو، تهضر يهضر مع العمامرة، لان اون ا دو مينيستر، ان مينيستر تاع لي زوروبيان هادو تيتو لي زافير انترناسيونال، ما عدا افريقيا والمغرب والمغرب العربي والافريقيا والجامعه العربيه، ثلاثه هذا. دونك العمامره يل سوكوب لهذوك لي غروند بويسونس، هذا مدلسي سوكوب الجامعه العربيه مع لي افريكان. دونك هادو لا ديليغاسيون فرونسيز كي تجي، ميم سي عندها وصايا من السعوديه باش حنا ندخلوا في امور اليمن، ولا ندخلوا في امور نيمبورت كوا، يديروا لك ضغوطات ايتو، حنا درناهم تروا شوز. الان قبل ما يجيو لي فرونسي للجزائر درنا لهم تروا شوز، الاولى ان دو مينيستر، انت كي تهضر مع هذا وبعد هذا يقول لك السوكوب العربيه تاعهم وحدهم، وبعد يكون اختلاف بين لي مينيستر ايتو، ديجا مام لي جورناليست، كاين دي جورناليست لا يخدموا للدولة الجزائرية، كاين هناك مشكلة بين العمامرة ومدلسي، هي ما كاش مشكل، لي جورناليست هادوك سي دي جون بيي باش يهضروا هكذا، كاين اللي كاين مشكلة بين العمامرة ومدلسي، علاه؟ باش كي يجيو لي فرونسي يهضروا على أشياء معنية بالعرب، ديجا داروا ان كونفلي لي مينيست هادي، يقول لك نشوف معاه الا نريقل لي هادشي، ومن بعد انت تروح يقول لك راه عندهم مشكله مدلسي مع دي بروبليم بيرسونيل، وما كان والو، ما كان والو،
هاي اللي كيفاه درناهم من كما يقولون اللعبات على الجزائر. ثانيا بغاو يلعبوا معنا نلعبوا معاهم. قلت علاه سلام خرج بهذيك العبارات بلي ما عندناش دراهم نديروا تقشف او نحبسوا كاع لي بروجيتو. شكون هو سي فري كاين ما كاش دراهم ايتو كاين ميزيريا كاين مي جامي قالها اول مره اللي قالها باسكو علاه كيجي لي فرونسي هادو باش يسنيو هادوك تاع لي تاع لي تران 17 تاع لي تران هادوك 17 تران او ميم طون على لي تراموي قالوا لهم بلوكيو هاد لي بروجي لي دو بروجي هادو كي بلوكاو دو بروجي هادو كي بلوكاو. دونك هذا تخويف. دونك انت يا تجي انت تجي غدوه بلا ديليغاسيون تاعك لو كان جوان باش ندير ضغوطات للجزائر تقول هاي الا لازم تمشي مع السعوديه تروحوا تبومبارديو اليمن انت تخمم الان في البروبلام هذا اللي داروا لك البرومي لي تران الدوزيام لي تراموي التروازيام لي غاز دو جيست الناس اللي راهي تخرج مع نكاز يروحوا للصحراء هي كاع هادو هادو كاع كاع السينما هذه السينما تاع المحاضرات الجزائر ولعبوها تري تري بيان بلي روليتو الجزائر الان الان اللي في با انفيستير في الكاش دي سيست مازال دونك واش داروا داروا كاع السينما هذه قالوا السينما كاع الناس اللي راحت لو كانت ان موفمون سوسيتال ان موفمون عن صالح نار نيمبورت لو كي يروح ضد الدوله يستقبلوه نيمبورت لو كي ما استقبلوه حتى واحد على شوف اللي موراه هاد لا مانيفيستاسيون تاع عين صالح كان والو ما كان والو الناس راهي ترقد جابوا لهم لي طونط لارمي لا طونط لي طونط تاع لارمي جابوا لهم لي طونط تاع لارمي جابوا لهم لي ساندويتش ام ياكلوا يقشروا يلعبوا الدومينو دا على تخطيط كاع اللي راحوا على الان الناس ما قدروش يستغلوا هذا تاع الكاز دو جيست ما قدروش تروح انت راح نكاز ضربوه راح مقري ضربوه رحت لي سو كاع لي زورغانيزاسيون ضربوه ما يطلع ما نسحقوش هما يشوفوا كان مارمي كاع لنا لا سيكوريتي نتا راهي تشوف فهم ينطق واحد هكذا ماشي من مكتوب في الدوسي تاعو يرميوه يقول له طلع ماشي تاعنا انت انديريكتومون انديريكتومون سي فري المشكله اللي صرا في غردايا والمشكله تاع عين صالح هنا تشوف هنا تشوف لا ديفيرونس وين ليا موفمون كونترولي ليا موفمون نون كونترولي بعد نهضروا على غردايا دونك كاع اللي راحوا على الغاز الصخري اي طلع حتى واحد نتاع تنسيقيه تاع 35 واحد 35 بارتي بوليتيك و دي بيرسوناليتي نعرفوهم خمسه تاع لي شيف دو غوفيرمون ما قدروش يهضروا مع الشعب الشعب تاعهم عين صالح ما قدروش يهضروا معاهم هيا اختونا هنا تشوف الذكاء دونك هذاك سي ان بروجي ديكسبلواتاسيون مازال ما رحناش للاستخراج تاعو دونك سا دوموند بوكو دارجون واش يديروا الان يقول لها مشكله عندنا تقشف نحبسوه هما ماشي تقشف ماشي باسكو لا روسي الان او ليو دي هذوك لي كاناليزاسيون على لوكران واش يدير دونك ديجا داروا واحد على البحر باش تجي لالمان وكاين وحده راهي تجي على لا تركي كاين وحده راهي تجي من لا غريس تكمل لي بي اوروبيان اخرى اوكي دونك نتايا كاين بلدان عندك لا غريس لا تركي لا بلغاري لوكران لوكران او عندهم مشكله الان دونك واش يديروا لا روسي باش يسيسوهم باش يسيسوهم يقول لها خلص لي لادا تاعي ولا تخلي هذا التوب يمشي فهمت اي يمشي او ميم طو فلاديمير بوتين ما تريز انتيليجون ديج دار ان كاناليزاسيون نو ديريكتومون تجي من لا روسي حتى لالمان ان كاناليزاسيون سود وين تجي على لا تركي
وكاينين كانونيزاسيون الى كاين مشكله، لانك تشوف انت البلدان اللي راها عندها علاقه مع امريكا. دونك لوكران الان بدات تدخل مع لوطون، جورجيا بغات تدخل مع امريكا. دونك انت تكون ذكي وين المشكله ما يكونش. دونك انت تقول لا تركيا راهي في ازمه ماليه، اخويا التوب هذا الانبوب هذا يمشي على لا تركي باش يدخل لاوروبا، يدير له 10% تاعك، ونزيد لك الغاز تاعك ندير لك، قول لهم ندير لك 17% ديسكاونت، يعني ريدكسيون. شكون دخل في في الميدان؟ دخلت لاغريس. لاغريس راح تما، راح تما يا نارتيكل هنايا قريته بلونجلي. الولايات المتحده عيطت الامباسادور تاعها في لاغريس، نحاتو على لان كاين امور في لاغريس الان راهي تتماشى مع لا روسي ومع الولايات المتحده ما على بالهاش. هو نحاول قالوا لهم كيف الامور هذه خطيره جدا، لان لو كان يكون الانبوب هذا طراسه وهي كلش، لو كان يكون الانبوب هذا على لاغريس، اولا لاغريس عندها مشاكل اقتصاديه الان دونك دخل دراهم، ومام طرا هي رايحه تخرج من لورو. دونك انت خمم، بوتين ما راحش لتركيا ما راحش لاغريس بوريا، كاين فايده. دونك حنايا اللي رانا نجيبوا السلاح من لاروسي، اوكي. لو كان غدوه نوضو كونتر لاروسي ينحيو لك السلاح هذا، تموت كاع لارمومون تاعك تجيبو من لاروسي. هايلك وين يكون الضغط، هايلك وين يكون الضغط. انت تي فا اوفرير الغاز ناتوريل ولا الغاز دو زيست لاوروب غراتويتمون ولا موان شا، وبعد تقتل هذيك لا 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 الانبوب اللي يجي من لا روسي. دونك لا روسي واش دير لك؟ يقول لك ما نبيعلكش السلاح، تموت. فهم عايلو، لازم من واحد يخمم استراتيجيه داروها ونستعرف. نستعرف لي كراك هذو اللي راهم وراء، ماشي بوتفليقه مسكين، بوتفليقه ما يقدرش يشرب قهوه، قداش اللي موراه. لو كان فريمون نتبعوا هادو رشاد خبابايتو يقول لك بلي حنايا رانا نركعوا لفرنسا، يروح شري السلاح تاعهم. ايه ما نقدروش نشريو اي سلاح والو، فهمت؟ لازم تكون انتيليجون. خليفه لو كان نشدوه في فرنسا ولو كان نشدوه في ايطاليتو يخلص، بصح جبناه للجزائر باش ما يخلصش. سيدي تكنيك، وهم خرجون اون بلانت على شاكيب خليل، شاكيب خليل راهو جا للجزائر يجي باسكو يروح وين كاين كيما نقولو السيفتي الامان، فهمت؟ الناس ما راهي والو والو والو. هذوك الناس اللي راهم في لونجلتير في لاسويس يتو يديرو المعارضة، يا اوكين اناليز، يا اوكين. قالك جامي يدخل خليفة، خليفة ذكاء تاع الالجيري جابوها وفي الجزائر، وبعد يجيبوا واحد يكذب، يجيبوا واحد يقول لك حرق لي بابي، يجيبوا 20 سنه في الخليفه، يجيبوا هو راه متكي، يجيبوا الصباح يقول له ما تهدرش، ما تقول والو، واش صرا حتى حدا ما تقيسك. دونك انت يا غدوه قول لي علاه تاع سوناطراك 7 سنين ما سلكوش، علاه تاع خليفه 10 سنين ولا 20 سنه ما سلكوش، ولا يقعدوا هكذا حتى الناس تنساه. علاه كاين امور كثيره لايطالي مثلا، علاه سي لايطالي اللي بغا تجيب شاكيب خليل ولا سايبان وسوناطراك؟ علاه؟ باسكو الاموال هذه سي با د لارجون، كيما راه رشاد يهضر، سي با د لارجون بوبليك، سي با د لارجون بوبليك، سي اون كوربسيون، سي الرشوه من هذوك لي زونتربريز شاكيب خليل باش يديو ان بروجي. انت تعرف مينيستر، خلينا نكملها في الفيديو.